حبيبي هذا الفرق في الفطر. النهارده ناخد زمن المضارع البسيط. المضارع البسيط ده بيعبر عن اني سكسد ان اكشن هابنز افري داي، بيعبر عن حدث انت متعود تعمله ايه كل يوم. ايه الفورم بتاعه او تكوينه؟ قال لي بيتكون من الاي والوي والزي واليو بالفيرب انفينيتيف، والمي والشي والاس الفيرب بلس اس اور اي اس اور اي اي اس. يعني ايه؟ يعني انا لما اقول شيء لسن ما ينفعش اقول شيء لسن، لازم ازود لها اس المفرد بتاعتي. اقول شيء لسن تو ميوزك. هي تاكس الاف. طب ايه اللي يفرق الزمن عن الزمن؟ زمن انا تعرفني مثلا انا الزمن المضارع مش في الماضي، مش في البريزنت كونتينيوس. ايه اللي يعرفني؟ قال اللي يعرفني حاجه اسمها الكي ووردز. ايه الكي ووردز دي؟ اللي هي الكلمات الداله على الزمن. لما الاقي اي كلمه من الكلمات دي اعرف ان انا الزمن البريزنت سيمبل، واتعامل على هذا الاساس واحط مع الهي والشي والاس والهي والشي والاس او الاي والبي والزي واليو احط الفيرب ان انفينيتيف. يعني انا عندي كلمه ارز، يعني 100% بعمل الحاجه دي كل يوم بعملها. عندي كلمه هيوج بادي، 80% بعمل الحاجه دي يوميا مثلا. عندي كلمه اوفن دي سايلنت، اوفن 70% بنسبة. سمتايم في بعض الأوقات 50%. عندي كلمة هاردلي ايفر دي ضعيفة قوي ما بحتاجهاش، تعتبر منفية 10%. وعندي كلمة نيفر 0%، ده احنا بناخدهم دايما في النفي. يعني ايه؟ يعني لو جيت سألتك قلت لي دو يو ايفر، ايفر دي كلمة السؤال معناها من قبل. دو يو ايفر وير اويك؟ هل انت بترتدي بارون قانون قبل ابتديت قبل كده بارون كوب؟ لو ايوه هقول له يس. يو طبعا هتنزل تبقى اي، فلي يس اي. يا اما استخدم اي كلمه من كلمات البريزنت سيمبل، يس اي لوز ماني، يس اي اوفن، اي اولويز مثلا. وهنزل عادي وير اويك، حطيت الوير في الانفينيتيف عشان عندي هنا الفعل ايه؟ اي. طب لو نو هقول يا اما هستخدم هارد ايفر، هي نسبه ضعيفه جدا. Excellent مصطفى or never. No I never wear a wig. انا مش بتحدد بروفه ابدا. طب لو انا سالت في الدوز وشي في سينجلر برونونز بالمفرد ضمير المفرد قلت لي does she ever put on makeup؟ هل هي ما بتحطش ميك اب؟ لو ايوه بقول له yes she always. ايه بقى؟ بوت ولا بوت؟ بوت. هتطلع اس ليه؟ عشان المفرد.